مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل الجبنه النباتيه بدون اي نوع حليب. هي مناسبه للبيتزا، مناسبه للحشو، مناسبه لكل شيء. سهله وبسيطه جدا. يلا على الوصف. نقع 400 جرام من الكاشو لمده 6 ساعات. بعد 6 ساعات بنتخلص من الميه وبنوضعهم بالخلاط. بنوضع كوب ماء، بنوضع معلقه صغيره من الملح، وبنوضع معلقه صغيره من ثوم البودره، ربع معلقه صغيره فلفل اسمر. بنعصر ليمونه وبنطحنهم جيد. اذا بدنا اياهم كريمه هيك اصبحت كريميه، واذا بدنا اياهم متماسكين بنوضع 50 جرام اجار موجود عند العطار ونباتي. بنوضع كوب ماء ساخن، بنوضعهم بالخلاط ونطحنهم قليل. نسكبهم بالقالب ونضعهم بالثلاجة لمدة 6 ساعات أقل شيء حتى تبرد. هيك بعد ما بردت. الأجار أجار هو مثل الجيلاتين ولكن هو نباتي للنباتيين، هو موجود عند العطار. في عندي 1000 وصفة صحية المهتم بالغذاء الصحي. يشترك حتى يوصلكم كل جديد. في أمان الله.